بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنقدم 3 وصفات معمولين من اللحمة المفرومة، بديل صحي ونظيف لمصنعات اللحوم سواء كانت بيبروني أو لانشون أو سلامي. هنعملهم مع بعض، التتبيلات بتاعتهم مختلفة وده اللي بيخلي كل واحدة فيهم طعمها وشكلها مميز عن التانية. ان شاء الله تركزوا معنا في الفيديو، وان شاء الله هيكون في صندوق الوصف كل واحدة منهم وكل وصفة معمولة ازاي بالتفصيل. ادعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم عشان يوصل لكم كل جديد، ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا وفعلوا الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول وصفة هتكون معانا هي البيبروني او السلامي، وده ممتاز جدا للبيتزا وللفطائر وللمعجنات كحشوة للمعجنات، وكمان مع المكرونة هيبقى حلو جدا جدا. وللسندوتشات محتاجين معلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي زيت نباتي، وهناخد معاها معلقة من البابريكا كبيرة ونص معلقة او معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر ورشة من الفلفل الأسود، وطبعا ما ننساش الملح. دول كده كلهم على بعض هنقلبهم مع بعض كويس قوي قوي، وهنضيف عليهم اللحمة حوالي 300 جرام من اللحمة. خدوا بالكم كل ما كان نوع البابريكا حلو هو اللي هيفرق معانا في الطعم جدا جدا. بإيدينا بقى أو في الكبة وهندعكهم كده ونعجنهم مع بعض عجنة كويسة لغاية ما الخليط كله يتجانس ويبقى القوام بتاعه كله واحد، الطعم كده يخش في كل نقطة من اللحمة. هنكون محتاجين كيسين نايلون ومحتاجين النشابة بتاعتنا كده عشان نفرد العجين، العجين ايه نفرد اللحمة عشان عايزين السمك بتاعها يكون رفيع جدا جدا. الوصفة ديت ما بتاخدش في عمايلها 5 دقايق وما بتاخدش في تسويتها 2 دقايق، يعني تعتبر من الحاجات السريعة جدا جدا اللي مش بتاخد اي وقت ولا اي مجهود، والنتيجة بتاعتها عظيمة. هفرد كده هو زي ما قلتلكم بالنشابة علشان اخلي السمك رقيق جدا اقل حاجة ممكنة عشان لما نيجي نسويها ما تاخدش مننا اي وقت خالص، يا دوبك بتشم النار بتكون استوت. هفرد التاني كمان وكده بقت معانا جاهزة. هنحطها في التلاجة، عايز اقول لكم بقى في الفريزر، يعني ممكن تحطيها مفرودة، ممكن تطبقيها مجوز، ممكن تطبقيها 4، مش هتفرق. هي ما بتقفش كده وتبقى جامدة وان تبقى صعبة علينا ان احنا نكسرها، بالعكس بتبقى سهلة جدا جدا. انا بحب طريقة التطبيق اللي عاملة زي الزجزاج ديت، بتبقى كل قطعة طلع كده يدوبك بتفرديها بتتقطم معاكي بسهولة، ده غير ان انت ممكن تقصقصيها بالمقص، يعني الموضوع يرجع لك. ده شكلها كده بعد ما اتجمدت، زي ما قلتلكم بتتكسر بمنتهى السهولة او تتقص برضو بالمقص، مفيش اي مشكلة خالص. تكسر الحتة كده وتطلعيها، تكسريها زي ما يعجبك اي اشكال، وبعد كده بتشمي يدوبك النار، يعني حبة سمنة صغيرين او زبدة ونحط فيها القطع بتاعتنا، يدوبك بتشم النار بتكون استوت. يعني حاجة مثالية بجد 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 للسندوتشات وللبيتزا وللمكرونات، حاجة اخر عظمة. طبعا ممكن نعمل معاها بيض بس هي طعمها كده لوحده مش محتاج اي اضافة ولا اي روتين تاني. جربوها وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم، وانا هعمل منها سندوتش كده سريع. اي عيش تورتيلا بقى عندك او عيش فينو اللي موجود، انا بالنسبة لي عندي الخبز دوت هو خبز بتاع الكيتو. طبعا احنا عاملين على القناة وصفات كتير للخبز واصناف حاجات كيتو، طبعا الوصفة ديت اصلا بتاعت البيبروني او السلامي تنفع لاي حد. هنحط بقى جرجير والقطعة بتاعت البيبروني معاها طماطم معاها فلفل رومي معاها حتتين خيار مخلل، حاجة كده اخر جمال. لو لسه مستمرين معانا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. الوصفة اللي بعد كده او الوصفتين اللي بعد كده هستخدم لهم 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة. هستخدم 1/2 كيلو دوت للوصفتين الاتنين، ممكن ازود قطعة لحمة كده ايه كمان بس مش اكتر من كده. اللحمة المفرومة من الحاجات الرخيصة واللي ماشية، يعني اللي نقدر نلعب فيها كتير بالمكونات اللي عندنا في البيت وممكن نزود كمياتها، فالحمد لله ان هي يعني تعتبر كمان بنشتريها ارخص من اللحمة العادية، فالدنيا بتمشي شوية. تعالوا نشوف بقى احنا هنعمل بيها ايه. اول وصفة هتكون وصفة بديل البسطرمة او البسطرمة الاقتصادية، ومحتاجين ملح وثوم
فريش، قطعة ليا كده حلوة مبشورة، وبابريكا وحبة كمون. والمكون الأساسي معانا هيكون الحلبة. الحلبة الحصى هي اللي بتدي للبسطرمة الريحة بتاعتها، بالإضافة للثوم. نقول كده تاني، ادي ثوم مفروم، قطعة ليا حوالي 2 معلقة كبار، وبابريكا وفلفل اسود رشة صغيرة، والحلبة. وهنحتاج لون غذائي، ودي حاجة اختيارية جدا جدا. انا هاخد اول حاجة الحلبة اطحنها، مش بمجرد بس ان احنا هنطحنها يا جماعة، لازم تطحن ولازم تتعمل بمصفى، لان هي بتبقى سخيفة كده شوية في الطحن بتاعها، وما ينفعش تشتروها مطحونة من بره عشان هيبقى عليها طعم او لون، لان اللي بتتباع بره ديت بتكون مناسبة للسبوع وللمغات والحاجات ديت. وهاخد باقي المكونات، وهي حبذا لو كنتم فارمين اللي انا ليا، انا عندي بشرتها بالمبشرة بس كده، اللي هي بتاعت شرائح الشيبسي، فكانت ظاهرة الى حد ما بس ما اثرتش على الطعم. هاخد كل ده بقى كده ومعاه اللحمه، بس انا هحطها لكم الاول في الطبق عشان يبقوا باينين المكونات قصادكم. بعد كده هاخدهم على الكبه وافرمهم فرم ناعم جدا، وده اللون يعني بخايه كده، ما مش هقدر اقول لك كام نقطه. هناخدهم بقى يتفرموا حلو قوي، كل ما كان الفرم بتاعهم ناعم كل ما ادوني نتيجه احلى بكتير. هل يا مروه طعمه هيختلف عن طعم الببروني اللي احنا لسه عاملينه؟ اه مختلف تماما، حتى ريحته بنتي بتشمه في المطبخ معايا وانا بعمله، وتقولي دي بسطرمه، ريحتها فايحه جدا جدا، بسطرمه محدش يقدر يقولك غيرك ان هي بسطرمه 1000000%. هنقلب هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وزي ما كيسنا الببروني او السلامي برضو هنكيس البسطرمه بنفس الطريقه، كيسين نايلون كده، وهندخل فيهم اللحمة برضو على مرتين، نقلب الكيس كده وندخلها، وبرضو هنفردها بالنشابة بالظبط زي ما عملنا مع الببروني، مفيش اي فرق خالص. وهنفردها بنفس الطريقة بالظبط عشان نوصل لمستوى سمك كويس، ان هي تكون رفيعة، كل ما كانت رفيعة طبعا كانت اسهل، وكانت متاخدش وقت مننا اكتر واحنا بنسويها. هي يا دوبك برضو بتشم النار، بتبقى حلوه جدا. يعني الناس اللي عايزه تعمل سندوتشات الصبح لاولادها ومش عايزه تجيب بقى بسطرمه من بره ولا لانشون ولا كلام من ده، دي هتاخد وقت قليل جدا جدا، مش هتحس بالوقت بتاعها، عشان في ناس ساعات بتحب تجيب الحاجات اللي مصنعه على اساس ان الوقت الصبح بتبقى الدنيا ضيقه معانا. فديت يا جماعه انا بضمن لكم ان هي هتعجبهم جدا جدا، ده غير ان هي ما بتاخدش وقت، وكفايه نظافتها، وبرضو هي اكيد ارخص من ان لو انا اشتريتها من بره. ده شكلها بعد ما جبدت، وده الببروني اللي باقي منه عشان احنا استخدمناه، انا ما عملتش الوصفتين في نفس الوقت زي ما قلت لكم، كنت مطبقاه كده، ودي القطع اللي كنت قصاها، ده الفرق ما بينهم. تعالوا بقى علشان نعمل لنا احلى طبق كده من البسطرمه بالبيض، ودي طبعا حاجه كلنا ما حدش ما اعتقدش ان في حد ما بيحبهاش. هنقطع كام قطعه كده بسيطه بالايد على طول، لا هستخدم مقص ولا اي حاجه خالص، ريحتها تجنن. وتقطعي زي ما قلتلك، كل ما كانت رفيعه كل ما كانت احلى. في طاسه بقى فيها معلقه حلوه كده من السمنه او الزبده زي ما تحبي، وهنحط قطع البسطرمه يدوبك بتقليبه كده كانها ما اتقلبتش، تشم النار بس. واول ما قلبتها على الناحيه الثانيه حطيت معاها البيض، وده بقى شكلها النهائي، محدش يقول ابدا ان ديت مش بسطرمه بالبيض، عشان بجد هزعل. طعمها وريحتها وشكلها وكل حاجه، اتمنى ان هي تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، ويا ريت تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. يلا هنعمل الوصفه الثالثه. الوصفه الثالثه معانا هتكون هي السوسيس او السجق البقالي او السجق اللي من غير هانك، ودي عايزين طبعا اللحمه المفرومه اللي باقيه معانا، وهاخد معلقه من بهارات السجق. بهارات السجق احنا عملناها على القناه بتاعت نادي كل الستات، وهسيب لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف. انا اخدت معلقه كده بالظبط، بص انا ما بستغناش عنها، انا عملت كتير سجق ملهنك وتنظيف وتعب وحوارات، لكن الوصفه ديت بتوفر عليا كل دوت، هي نفس الطريقه بالظبط نفس الحكايه، بس طبعا هنا يعتبر زيرو مجهود، هنا زيرو فعليا مجهود. هخلط معلقه بهارات السجق مع الملح مع اللحمه المفرومه لغاية ما يتجانسوا تماما، وبعد كده كل اللي هيبقى باقي لي ان انا الفها عشان تاخد نفس شكل السجق من غير بقى لا هانك ولا كلام من ده خالص. يا دوبك كل اللي محتاجينه كيس نايلون
هقسم القطعة بتاعة اللحمة المفرومة ديت، هقسمها على 3 وحدات. هنجمع اللحمة كده في الجنب بإيديكي أو بسكينة أو بأي أداة تانية عشان ناخدها كلها كده في الجنب ونلفها زي الرول، سواء في كيس نايلون أو في نايلون استريتش هتمشي في كده أو هتمشي في كده زي ما يعجبك. اهم حاجة ان احنا نقفل الكيس كويس ونبرمه من الطرفين حلو جدا عشان يحافظ على شكله لما نفتحه ولما نيجي نقطعه ياخد نفس الشكل معانا. زي ما قلت لكم الكمية دي عملت منها 3 وحدات، بنلفها كده يا جماعة من الجنب وطبعا بندخلها على الفريزر على طول. اهم الـ3 وحدات اللي انا عملتهم، وما يدوبك بس مسافة الليل ده كده شكلهم بعد ما تجمد. تعالوا نفتح واحدة، بص شكله عامل ازاي بالظبط، زي السجق او السجق البقالي او السجق الاسكندراني اللي بنجيبه. طبعا البهارات عليها دور كبير جدا 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 في الريحه وفي الطعم. هنبدأ نقطعه، ملحوظه بس بسيطه ان لازم تسيبيه دقيقتين ثلاثه بره الثلاجه قبل ما تقطعيه عشان ما يبقاش صعب عليكي، ونقطع بسكينه مشرشره عشان يبقى سهل. دي يا جماعه التشكيله اللي احنا عملناها، البيبروني، السلامي، البسطرمة، السجق البقالي او السجق التركي. هعمل بقى حاجة كده سريعة جدا جدا مع السجق التركي ديت. الوصفة دي بتعمل في الميكرويف تبقى اسهل، بس انا عشان ما عنديش ميكرويف وكنت دماغي لسعت شوية فانا حطيت جبنة موتزاريلا سيحتها وحطيت عليها البيبروني. بس الهدف برضو ان انا اعرفك قد ايه، قصدي السجق قد ايه هو سهل ومش بياخد وقت في التسوية. وحطيت بقى زيتون وطماطم وفلفل، وده شكلها. سيبكم بقى من الطبق وحلاوته، هو بديل للبيتزا لحد كيتو، تمام جدا. حد كده مستعجل لا هيحط دقيق ولا عجين ولا كلام من ده، نبرمها تماما. انا عايزه اقطع لكم من قريب واحده من السجق عشان تشوفوا هو قد ايه مستوي، يعني تقريبا ما اخدش دقايق. بص شكلها عامل ازاي، تعالوا نقطعها كده نقرب منها شويه. بص ما اخدتش يعني حاجة خالص خالص، وطعمها ان شاء الله الوصفات بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها وطبقوها وقولولنا رأيكم ايه فيها. استنونا فيديوهات تانية بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.